مرحبا متابعي قناة شوف تي في. مباشرة نعتذر عن الانقطاع في البث الخارج عن إرادتنا. الآن نعود إليكم مباشرة من جامعة الوليدية في هذا اللقاء في قضية الرد، حق الرد على المستثمر اللي تقول أن هذا الشخص هذا أنه سد عليه المحل ديالو وأنه احتل الملك العمومي. كما كنقولوا لقناة شوف تي في حق الرد للجميع. كما غادي نقولوا غادي نوضحوا للجميع، اي واحد اننا غادي نكون عنده فيديو حق رد، حنا ماشي حنا اللي كنقلبوا عليه، هو اللي كيقلب عليه. حنا ملي كنعطيو حق الرد لاي شخص او اي نزاع، فصاحب حق رد هو المسؤول. يعني حنا ما غاديش حنا ما غنديروش بحث ديالنا وغادي نمشيو نقلبوا على الشخص الاخر، لان اللي عنده الحق الرد وبغى يجاوب انه كيتصل بينا. مرحبا استاذ عدنان، مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكرو كما جرى الفيديو وسمعت الفيديو اللي دار، الآن طلبت شي حق رد. نعم. مرحبا بك. مرحبا، شكرا. اولا كنشكروا كنشكروا قناة شوف تي في والطاقم ديالها، لان قناة ديال الشعب، وانا طلبت حق الرد ثم استجبوا الاخوان ديال قناة شوف تي في. وكنشكر من هذا المنبر السيد المدير ديال قناة شوف تي في. الان غنتكلم لكم على الفيديو السابق. اولا هذا الجاري هذا انا تنسكن قبل منه ب 12 سنه، انا ساكن في هذا الدار ب 12 سنه باش انا ساكن في هذا الدار. اولا كما كتشوفوا هذه الحديقه هذه، يعني المدة الزمنية ديالها أكثر من 26 عام ملي سكنت أنا في هاد الدار، وهاد الحديقة كاينة ماشي بالصورة، ماشي بالصورة اللي بانت في الفيديو السابق. أولا هذه هي الواجهة، ثاني حاجة هادو دروبة كاينين هنا، ماشي درب وماشي الشارع الرئيسي. للتوضيح السابق، نعم نعم نعم، قلتي ماشي بالصوره اللي بان في الفيديو الاول، يعني نعم. الفيديو الاول كيفاش بانت؟ بانت لان زدنا شي حاجه. لا لا لا، اسمح لي اسمح لي سي زهير. اولا تصورات من الكوتي الاخر، وكنقولوا بالدارجه لاحوا حوايج مقطعين على هذاك القنت اللي مليه. ثاني حاجه للتوضيح خاصكم تعرفوا، نوضح للجميع والساكنه ديال الوليديه، وما كاينش شي واحد اللي ما كيعرفش هاد الجرده، وما كيعرفش بانها قديمه بزاف. ملي دخلت على هاد الجرده كانت هكا، انا ما زدت عليها والو. ثاني حاجه هاد السيد المده الزمنيه ديال 16 عام هو ساكت، ساكت بمعنى هاد الجرده راه كانت وانا ساكن قبل منه. من بعد علاش وصلنا للشكايات في المحاكم؟ حنتي كيلوح عليا الماء القاطع على هاد الجرده هادي. هاد الجرده راه كما شفتوا في الصوره الاولى اللي جبد السيد اللي كيدعى بان راه الجرده ما كانتش، راه الصوره شفتوها نتوما لان كان اللون ديالها اصفر. يلا المده الزمنيه ديال 6 اشهر باش هاد الجرده هادي ولات خضراء هكا، كانت محروقه تماما. وراه عندي شكايه ضده موثوق بها امام المحكمه. الحاجه الثانيه، السيد اللي كيدعي بانه راه هو مول المحل، انا بعدا ما عرفتوش شكون هو هذاك، يعني معني بالامر اللي انا وبيني وبينه نزاع امام المحاكم، ماشي هو ذاك الشخص اللي كان كيتكلم هذاك النهار في الفيديو. انا ما عرفتوش شكون لحد الان، ما عرفتوش شكون هو هذاك. هو الابن ديالو، الابن ديالو. انت دابا بعيد لا بعيد، بلاتي بلاتي، لا غير وضحت لك باش نحيد واحد اللبس، ان هذاك الابن ديالو
اسمح لي سعاده الصحفي، الله يجزيك بخير، انت اللي بعيد ب 75 كيلومتر عرفتي الابن ديالو؟ انا ما عرفتوش الابن ديالو. لا 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 لا، حاشا، حنا تنعرفوا القناه ديال شوف تي في عندها استقلاليه وعندها الحريه وديال الشعب، حريه التعبير كتعطى لكل شيء. هذاك السيد ما عرفتوش شكون هو، ما عرفتوش علاش كيتكلم اصلا، لان هذاك ماشي هو المعني بالامر. ثاني حاجه كيقول كيدعى بان باغي يدير استثمار، بالله عليكم الا مشات العدسه ديال الكاميرا امام المحل اللي قدامكم اكثر من 2010 من بعد الزياره الملكيه ديال سيدنا الله ينصرو، دارت الهيكله حيدوا الحفاري ديال الوالديه كاملين. وهذا المحل اللي كيدعى بان راه محل وما عرفت شنو عطاه الصفه اللي عطاه، انا ما غندخلش في التفاصيل، يعني كيطلعوا لنا الفيران من تما والصراصير والحناش العدسه ديال الكاميرا راه تتوضح. هذا راه محل اللي كيدعوا بان راه محل ديال 2 متر كاريه، كيدعوا بان راه باغي يدير الاستثمار ديالو ومخدم الناس فيه. الحاجه الثانيه للتوضيح، سيد المحل ديالو هو هذا اللي انا منازع معاه، الكاميرا العدسه ديال الكاميرا ديال شوف تي في غادي تشوف واحد الكاميرا ملصقها في الدار ديال خوه بعيده كل بعد اكثر من 7 متر ولا 10 متر، باش بعيده دور الكاميرا لهيه مطاكي ليا داري ليل ونهار انا في حراسه. تخيلوا معايا في حراسه، اي حاجه كتوقع قدام داري ولا وليداتي خارجين. نعم سيدنا، غادي نوضح لك ثاني. نعم انت من الاتصال ديالك قلتي ما عندكش حقش ليا داري ياك؟ نعم. بون دابا نقدر نقول لك ما عنديش حقش الكاميرا، ولكن حنا بالمهنيه نعم اي حاجه كنبينوها. نعم ما كنخافوش. نعم نقدر نقول لك ما شفتش ديك الدار لان ماشي دارو. نعم ولكن حنا المصداقيه والمهنيه اي حاجه كنوضحوها. انا متفق معك، ولكن 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 دابا اللي كاين للتوضيح، ما يمكنش حنا كنعيشوا مشكل في مدينه الوالديه بهذه الكاميرات. كنطلب انا من المسؤولين المعنيين بالامر باش هذه الكاميرات يحاولوا يتزولوا من منطقه الوالديه ككل، لان تنعانيو. ما يمكنش واحد المحل ديالو شوفين ودير الكاميرا امام المنزل ديالي، يعني كتجس عليك ليل ونهار، ليلا ونهارا. ما يمكنش دير شي غلط هنا، ما يمكنش، ما يمكنش تضحك حتى مع ولادك، ما يمكنش مراتك تخرج لابسه لبس عادي ولا. لهذا ثاني حاجة هاد السيد هذا راه ما بيني وبينه والو، كاينه دعوة بيني وبينه أمام المحاكم، والعدالة نصفاتني في هذا الباب، العدالة نصفاتني في هذا الباب. ثاني حاجة السيد هذا اللي كيتكلم بعيد كل البعد على الملف، هو اللي دخل راسه بان راه عنده استثمار هنايا وبان الوالديه هذا يعني شي حوايج قالهم. انا بقيت كنشوف ولحد الان انا ما عرفتوش شكون هذاك السيد. انت قلتي راه الاب ديالو هذاك، ولكن باش من قانون يتكلم في بلاصته؟ باش من قانون؟ ما عندوش من هنا تنوجهو كذلك كنداء من الطرف احنا هكا، الطرف الثاني كما تنقولوا اي واحد عنده حق رد، كنتمناو انه يرصد لنا بوثيقه انه كتبت النيابه ديالو على الاب ديالو او شي حاجه. من طبيعه الحال يعني المعني بالامر اللي تكلم في الفيديو السابق انا ما تنعرفوش اصلا، ما تنعرفوش، والصوره راه كتوضح استثمار راه هو هذاك حفاري اكثر من 10 سنوات، وهذيك الحفره امام محل تجاري اللي كيدعى بان استثمار. وللتوضيح ثاني حاجه، هذه الجرده هذه امامكم راه ماشي مشوهه المنظر العام، بالعكس مشوهاش المنظر العام، غادي راه عاطيه واحد الجماليه، ماشي بالصوره كما تخاضت، ماشي بالصوره كما تخاضت. واللي نقدر نقول تنشكر مره اخرى شوف تي في
على الحضور ديالها لعين المكان وعطاتنا حق الرد، وتنشكروا السيد المدير ديال شوف تي في بالخصوص، وكنشكروا السيد الصحفي زهير، وشكرا. خص هذا الملف هذا، شنو هي المطالب ديالك انت دابا الرأي العام؟ شنو هي المطالب ديالك؟ المطالب اللي عندي، وهي تيقول لك حق الجار على الجار، وكي قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان غيورثنا في سبع جار. انا ماشي انا التدعي، انا ما عمري درت به شكايه، كان كيلو عليا المقاطع، وما كاينش شي واحد من عائلته اللي ما تدخلش في هذا الملف هذا اللي بيني وبينه، ومستحيه من حتى شي واحد. راه اليوم الجمعه وتنقول كلام صادق امام الله عز وجل، ما كاينش شي جهه من جهه العائله ديالو اللي ما تدخلاتش في هذا الباب، وما سمع حتى شي واحد. وتعرفت بان كيضربني بالماء الحارق، الماء القاطع، تيلوحوا لي على حويجي، وراه كاينه شكايه امام القضاء. عاد ناض هو دعاني، هو اللي دعاني، انا ما دعيتوش، لان عيب وعار ندعي واحد جاري. هذاك السيد اللي كان كيتكلم في الفيديو انا ما عرفتوش شكون، فين كان، شحال هذا من اللي كان كيحرق لي هو داري، وانا كنت كنهضر مع العائله ديالو كامله بدون استثناء. وتنطلبوا من الله عز وجل الله يهديهم هاد الناس هادو. ثاني حاجه قال واحد الكلمه، اسمح لي يا سعاده الصحابي، قال واحد الكلمه بان انا حقوقي، انا في جمعيه حقوقيه، انا معروف في المنطقه ديال الوالديه والحمد لله معروف على الصعيد الوطني، انا ريادي اولا، وواحد المجموعه ديال الوليدات اللي ترباو في واحد العالم ديال الرياضه وعطاو الثمار ديالهم الحمد لله، كاين اللي بيلوت، كاين اللي مهندس، كاين اللي هذا. احنا ما يمكنش لينا بتاتا الناس تثق فيك، انا يحصل لي الشرف نكون حقوقي، يحصل لي الشرف، هذا شرف ليا. الا كانوا الناس تقوا فيا، الناس تقوا فيا وبغاو يعطوني باش نكون حقوقي ندافع عليهم، هذا شرف، يعني ماشي شي حاجه اللي هي خيبه. وكنشكرك السي زهير بصفتك كصحفي، وكنشكر الله سبحانه وتعالى الخير ويكون الصلح. نعم كان شي صوت ولا كنت مستعدين. نعم هذا الباب، هذا الباب استاذ، هذا الباب هذا دقيته كثير، ما كاينش شي واحد اللي من عائلته اللي ما عرفش هذا الملف، ما كاينش شي واحد اللي من عائلته اللي ما عرفش هذا الملف، وكاين شي ناس من عائلته اللي ما بقاوش كيهضروا معاه على قبل هذا الملف، لان ما بغاش يسمع لهم، وهذا الشيء راه كيعرفوا الكل. وهذا العبد المذنب اللي قدامك ما يمكنش نظلم اي مخلوق، دبانه ما نقدرش نظلمها فوق الارض، هذا مبدا ديالي، وهذه شخصيتي. انا ما عمرني في حياتي، انا وصلت 53 سنه، ما عمرني وقفت قدام المحاكم، توقفني هذا جاري هذا، ولكن الله يهديه اللي كنطلبوا، الله يهديه. وثاني حاجه طلبوا الله عز وجل يصفي القلوب، لان هذا الحديقه هذه ما زيد الا جمالا، ما زيد الا جمالا. اش كتعني هاد الحديقه هذه؟ واش نشوفوا الحديقه ولا نشوفوا حفره ديال الواد الحار اللي كيطلعوا لنا منها الجثث؟ وشكرا، هذا الشيء اللي بغيت نقول. مرة أخرى كما تابعتوا معنا، عطينا حق الرد، كذلك حق الرد مكفول أي واحد. قناة شو تي في رانا إشارة الجميع، باش ما نقولش حنا يعني مع شي جهة أو شي حاجة مقصودة، فقناة شوف تي في قناة الشعب، قناة محايدة للجميع. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله.